مثال رقم 2 بيقول إذا كانت المحصلة رأسية ولا أعلى، أوجد مقدار القوة بي وعين مقدار المحصلة. واحدة واحدة كده بنلاقي إن عندنا في قوة هنا اسمها بي، وبتميل على محور واي بزاوية مقدارها 30 درجة، وبنلاحظ إن في قوة أخرى 120 نيوتن وبتميل على محور واي ب 25 درجة. مطلوب مننا نحدد أول حاجة قيمة القوة بي وبرضو قيمة المحصلة أو مقدار المحصلة. لو عرفت إن المحصلة رأسية وبتكون لأعلى، يعني إيه المحصلة الرأسية والأعلى؟ يعني مفيش محصلة أفقية، مفيش محصلة في اتجاه محور إكس. معنى كده إن إحنا ممكن نكتب إن محصلة القوة في اتجاه محور إكس بتساوي صفر، ومحصلة القوة في اتجاه محور واي مش معلومة، وهي دي اللي إحنا عاوزين نوجدها، لأن مفيش محصلة أصلا في اتجاه محور إكس عشان نوجدها. طب واحدة واحدة كده لازم نستفيد من المعادلة اللي معطاة عندنا، فتعال نشوف الحل هيبقى إزاي. أول حاجة بنقول بنبدأ نحلل القوة دي في اتجاه محور إكس وفي اتجاه محور واي. زي ما قلنا قبل كده، مطرح ما تنام جيب التمام. فبنلاحظ إن الضلع هنا اللي بيمثل لي الجزء الأفقي ده، بنلاحظ إن هو مقابل للزاوية، مقابل للزاوية اللي هي 30 درجة. فبالتالي لما نيجي نحلل هنلاقي إن القوة بي دي هتتحلل في اتجاه محور إكس. نكتب كده واحد من اكس دايركشن، هتتحلل هتبقى عبارة عن بي في ساين 30 درجة، لان زي ما انت شايف الجزء الافقي اللي في اتجاه محور اكس هنا بيمثل لي الضلع المقابل. فبالتالي بقول بي في ساين 30 درجة. بعد كده بشوف المركبة في القوة اللي هي 120 نيوتن دي، برضو نفس المشكلة، ولكن لاحظ هنا ان انا لما ابدا احلل القوه اللي هي 120 دي، فهتبدا تتحلل لمركبه شكلها كده. اول حاجه مركبه في اتجاه محور اكس، ولكن لاحظ ان المركبه دي هتكون في الاتجاه السالب، لكن المركبه اللي هي بي دي هتكون في الاتجاه الموجب. فعشان كده بقول ناقص، هكتب هنا ناقص 120 في، وطبعا زي ما اتكلمنا وقلنا ان الجزء الأفق هنا بيمثل لي الضلع المقابل للزاوية 25 درجة، فبستخدم ساين الزاوية وليس كوزاين الزاوية، يبقى 120 في ساين 25 درجة. مفروض كل ده بيساوي صفر، لأن هو قايل إن محصلة القوة في اتجاه محور إكس بتساوي صفر. بعد كده نقدر نضيف 120 في ساين 25 لكلا الطرفين عشان نقدر نحدد قيمة البي هنا. بتطلع قيمة البي عبارة عن 120 في ساين 25 درجة على ساين 30 درجة. تطلع القيمة دي تساوي 101.428. يبقى احنا كده قدرنا نوجد مقدار القوة اللي هي بي، وده كان أول مطلوب عندنا. تاني حاجة محتاجين نوجد المحصلة. اتفقنا ان المحصلة رأسية وبتقع فقط في اتجاه محور واي لأعلى، فبنقول ان محصلة في اتجاه ان واي دايركشن هتكون عبارة عن اول حاجة القوة اللي هي بي دي، في زي ما احنا ملاحظين الجزء اللي في اتجاه محور واي بيمثل لي الضلع المجاور المرة دي بقى للزاوية 30. وبالتالي لو عاوز اوجد المركبه في اتجاه محور واي هتبقى عباره عن بي في كوزاين 30 درجه. طبعا زي ما احنا شايفين اتجاه القوه كده، فبالتالي هتتحلل المركبه لاعلى، يبقى بي في كوزاين 30 درجه. بعد كده بنشوف القوه اللي هي 120 نيوتن، برضو هتكون عباره عن 120 في كوزاين 25 درجة، ولاحظ برضو ان القوة هتتحلل لأعلى، يبقى المركبة هنا هتبقى مركبة الأعلى في اتجاه محور واي الموجب، والمركبة في اتجاه محور اكس هتكون في الاتجاه السالب. يبقى بنضع زاوية، بنضع اشارة موجبة، لان في الاتجاه القوة مركبتها في اتجاه محور واي بتشير للاتجاه الموجب لمحور واي.
بالتالي بنبدأ نعوض عن دي بالقيمة اللي احنا حسبناها اللي هي عبارة عن 101.428. بعد ما نعوض بالقيمة دي نحسب المحصلة عندنا، بنلاقي ان المحصلة بتساوي 196.5 او 0.6 بقى بالتقريب نيوتن. بكده يبقى احنا دلوقتي حصلنا على المطلوب مننا. اول حاجة حصلنا على المركبة في اتجاه محور واي، وهي نفسها مركبة القوة المحصلة في اتجاه محور واي، وهي نفسها المحصلة كلها، لان هو قايل لي اصلا ان المحصلة رأسية لأعلى، يعني مفيش اي مركبة افقية. يبقى ممكن نقول كده ان الار بتساوي 196.6 في اتجاه الجهاد، ده لو احنا عايزين نكتبها كمتجه يعني، او بنقول قيمتها عبارة عن 196.6. تاني حاجة حسبنا القوة اللي هي عبارة عن بي، وطلعت قيمتها بتساوي مقدارها يعني عبارة عن 110.428 نيوتن.